لكن بعض الناس بيقولوا، انا ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا، ان اللي طير محمد عرفان عباس كامل. انا ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، بس انا كلام كده بيطرطش من بعيد ان عباس كامل هو اللي طير محمد عرفان. والسبب ان محمد عرفان تم تلميعه في الفترة الاخيرة السنتين اللي فاتوا دول تلميع يفوق تلميع مدام ماجدة الصباحي في كل افلامها. محمد عرفان ده فجأة هب علينا كده، بقى السيسي اي رايح الحمام السيسي ياخد مع محمد عرفان، هيعمل مش هيبقى محمد عرفان. وقيل في وقت من الاوقات ان محمد عرفان هيبقى رئيس وزارة، ومحمد عرفان اتهيأ وحضر نفسه لهذا المنصب على ما يبدو. لكن الاقاويل بتقول ان محمد عرفان كان اصبح نجمه يلمع قوي بعد تولي مصطفى مدبولي الوزارة. عباس كامل لا يرضى بان حد ياخد الشهرة الفظيعة اللي خدها محمد عرفان، وبالتالي اللي ورا إقالة محمد عرفان وتعيينه اللي هو الشلوت لفوق ده هو عباس كامل. لان عباس كامل ما اعرفش ده حقيقي ولا لا، هو السؤال ده حقيقي ولا لا ما نعرفش، بس الايام جاية تثبته. عباس كامل عينه على منصب نائب رئيس الجمهورية، ويخشى عباس كامل، ما نعرفش ده برضو صح ولا لا، يخشى عباس كامل من ان يتم تصعيد محمد عرفان الى درجة انه يبقى نائب رئيس جمهورية. فايه الحل؟ الحل ان الراجل ده كتير عليه الشهرة دي، ياخد شلوت ويقعد البيجامة ومرتبه يتحوله على البنك بالالافات المؤلفة كل شهر، وعنده عربيته وحراشته وفلله وشاليهاته في التجمع الخامس. الناس كلها كده بقى دلوقتي، ما بقت موضة كله بقى عنده فيلا وشاليهات في التجمع الخامس، ليه لا يعني؟ اشمعنى محمد عرفان؟ ناس كانت مش لاقيه بقت كده. محمد عرفان هنقول لا ليه؟ فالسؤال بقى، هل صحيح ان من وراء اقاله محمد عرفان عباس كامل؟ وهل صحيح ان عباس كامل كان خائف لعرفان يبقى مرشح لمنصب نائب الرئيس؟ وهل صحيح ان الدعايه الجامده جدا اللي بلا سبب لمحمد عرفان هي اللي كانت وراء إقالته؟ الله أعلم. كلها أسئلة ستظل معلقة في الهواء ولا هتعرف السبب. هو أنت عرفت مدام ماجدة الصباحي مثلت ليه؟ والله أنا ما أعرفش حد دلوقتي. أنا عمو عزيز، عمو عزيز من ساعتها أفلام أفلام أفلام. حد عرف هي بتكمل ليه؟ نفس القصة، أنت عرفت محمد عرفان طار ليه؟ مش هتعرف. لكن الأسئلة اللي أنا طرحتها دلوقتي اللي جاية من أقاويل، هل هي حقيقية ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الأيام الجاية.